بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا مع بعض اختبار تقييم مكتسبات في اللغة الفرنسية. كيما راكم تشوفوا هنا عندنا في اختبار هذا التقييم تاع المكتسبات عندنا نصين كيما اللغة العربية. النص الاول تاع فهم المكتوب هذا فيه فهم المحمول الفكري كومبريونسيون دو تيكست، وفي النص الزوج اللي هو فونكسيونمون دو لا لونغ تفهم النظام اللغوي، معناتها كيما في اللغة العربية تمام. عندنا وكل نص بالأسئلة تاعو، النص الأول بالأسئلة تاع الفهم، والنص الثاني عندنا أسئلة تاع الفوكابيلار وتاع غرامير اي لورتوغراف. هاي نبداو مع بعض نقراو. هنا راني حندير لكم هادو برك، ومن بعد كي نكملو هادو نديرو مع بعض برودكسيون إكخيت. وكيما تعرفوا يكون عندهم في الآخر في ثلاثة مواضيع عندهم نفس الميم تام، دونك عندهم نفس الموضوع. إلا كان هنا النص تاعنا على لو ميتيي فونكسيونمون دو لا لونغ يكون على لو ميتيي ثانيك، و برودكسيون إكخي ثانيك على لي ميتيي إتسيتيرا. دونك لازم يكون عندهم لو ميم تام. نبداو على بركة الله مع كومبريونسيون دو تيكست. شوفوا مع بعض هنا التكست تاعنا، كيما راكم تلاحظوا عندنا لي باراغراف راهم نيميغوتي مرقمينهم، باش كي كنكونوا في الاسئله يقول لك ارجع للفقره الفلانيه تعرف واش من الفقره. في النص الثاني كيف كيف حيكون عندنا باراغراف تاعنا نيميغوتي. نبداو نقراو التكست تاعنا. ليلا ابيت دون ان بوتي فيلاج، ال اكزيرس لو ميتيي دانفيرميير. Elle part chaque matin à l'hôpital. Elle porte une blouse blanche. Lila s'occupe bien de ses malades. Elle nettoie les blessures et change les pansements. Elle soulage les souffrances. Tous les malades l'apprécient et la respectent. C'est pour cela qu'on appelle les infirmières les anges du bonheur. عاود نقرا لكم التكست مليح. ليلا ابيت دون ان بيتي فيلاج، elle exerce le métier d'infirmière. Elle part chaque matin à l'hôpital, elle porte une blouse blanche. دونك هنايا نهضروا على ليلا exerce le métier d'infirmière. دونك chaque jour chaque matin تروح لوبيتال المستشفى تلبس une blouse blanche. ليلا سوكيب بيان دو سي مالاد، دونك تهتم مليح بالمرضى تاعها. ال نيتوا لي بليسور اي شانج لو بونسمون، حتى تنظف الجروح وتغير الضمادات. ال سولاج لي سوفرونس، تخفف الالام. تو لي مالاد لابريسيي اي لا ريسبكت، معناتها كامل المرضى تعجبهم هذه ليلا يحبوها ويحترموها. C'est pour cela qu'on appelle les infirmières les anges du bonheur. Donc, من أجل هذا نسميو ممرضات ملائكة الرحمة ولا الخير. نروحو maintenant les questions. نبداو بلا première question ou bien le premier critère. Donc, كما كتشوفو هنا عندنا طابلو هذا مع لي شوا. نقراو مليح لي شوا تاعنا وهنا نردو بالنا مليح. هنا لي شوا حيكونوا متقاربين وكاع اجابات صحيحه، كاع اجابات مقبوله على النص. بصح كاينه دائما نقولوها نعاودوها باللي كاينه لا ميور ريبونس، احسن اجابه هي اللي لازم نخيروها. مي اون كوا دوفون لا بون ريبونس، انت دير هذه علامة اكس قدام الاجابه الصحيحه. شوازي ان تيتر او تيكس، دونك في هذه حنخيرو تيتر بور سو تيكس. ا Un bon métier. B. À l'hôpital. C. L'ange du bonheur. D. Lila, l'infirmière. Nous avons le choix. Adna. A. Un bon métier. B. À l'hôpital. C. L'ange du bonheur. D. Lila, l'infirmière. Critère numéro 2. Relève du texte 4 mots du champ lexical de l'infirmière. Donc, حنا programme تاعنا تاع الخمسة حنا ما قريناش لو شان ليكسيكال. تاع واش معناتها ان شان ليكسيكال؟ معناتها يكونوا كلمات عندهم
مترابطين كامل وينصبوا في نفس الموضوع، يهضروا على نفس الموضوع. كما هنا واش قالوا لنا على لانفيرميير، حوايج اللي عندهم علاقه بلانفيرميير، اي كلمه عندها علاقه مع موضوع لانفيرميير نذكروها. هنا منها نذكروا ربعه من التكست تاعنا. كيستيون نيميرو 3 بيان كي كريتير نيميرو 3 ريبون ا لا كيستيون سويفانت. Pourquoi appelle-t-on les infirmières les anges du bonheur? Pourquoi appelle-t-on les infirmières les anges du bonheur? Donc, à l'insemmie ou les infirmières, nous marivat, les anges du bonheur, malaikat al-rahma. À la dernière, nous avons l'isme. Donc, l'idjabatana rahif, le texte. Donc, il m'a raconté les trois questions. Donc, question de compréhension. Andom ala qabl nas. Donc, ram lih texte ta'i. Nifahmo ou njaoub. هنا في لا بروميير كيسيون دي فوا تلقى زوج جداول يكون عندهم هكا على لو تيم تاع لو تيكست تاعنا، ودي فوا كيما نلقاو هنا جدول واحد. هنا في السؤال الزوج يقول لك جبد من النص، يقول لك ثاني كمل الاجابات، يعطيك اجابه ناقصه وانت تكملها. وفي السؤال الثاني جينيرالمون يعطينا ثاني سؤال تاع فهم من النص، تكمل ولا تكمل اجابته ولا تحوس على اجابته في النص. ان شاء الله احنا حنشوفوا مواضيع اخرى وتشوفوا طريقه الاسئله شاك فوا طريقة كيفاش دايرة. نروحو مع بعض نشوفو الإجابات. شوفو هنا لا بخوميييغ كاستيون، شوازي أن تيتخ أو تيكست. دونك هنا عندنا ربع إختيارات، وكامل هاد الإختيارات صحاح اللي نقدرو نديروهم، بصح عندنا وحدة منهم هي أحسن إختيار، أحسن إجابة تصلح كعنوان لهذا النص. عندك الـ أ أن بو ميتي، بي أ لوبيتال، سي لونج دو بونور، ودي عندنا ليلى لانفيرميير. دونك هنايا شكون لا ميور ريبونس؟ هنا سي لا ريبونس دي، ليلى لانفيرميير. شوفوا معايا هنا في الباغي واش راهم دايرين. دونك هنا ريبونس دي، اكيزيسيون تري ساتيسفيزون. دونك الا خيرت انت دي حتكون عندك الملاحظه ا اللي هي اكيزيسيون تري ساتيسفيزون، معناتها اجابه جد ولا اكتساب جد مرضي. لا درنا الريبونس سي عندك اكيزيسيون ساتيسفيزونت. في الريبونس بي الا خيرت البي هنا على لوبيتال واش حتكون عندك اكيزيسيون بو ساتيسفيزونت، اجابه شويه مقبوله ماشي بزاف شويه مرضي. والاخر الا جاوبت ال ا ان بو ميتي عندك اكيزيسيون انساتيسفيزونت غير مرضيه. دونك هنا لا ميور ريبونس سي لا ريبونس دي ليلا لانفيرميير. نروحو لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, Mouchadna, relève du texte quatre mots du champ lexical de l'infirmière. Donc, il a déjà le texte, regarde, il y a beaucoup de mots du champ lexical de l'infirmière. Par exemple, il a une dire là, l'hôpital, blouse blanche, zid, encore, adna, blessure, pansement, encore les malades. Alors, comment il y a une dire là, il y a plusieurs réponses. Alors, je vais vous dire, Raba. 4 ريبونس. دونك كيفاش حيكون الباغيم تاعنا؟ دونك شوفوا مليح هنا كيف كيف، الا عندك 4 بون ريبونس حتكون عندك الملاحظه ا ربع اجابات صحيحه. 3 بون ريبونس درت ربع تاعك بصح ثلاثه صحاح وحده غلطه، حتكون عندك ملاحظه ب. 2 بون ريبونس كانوا عندك زوج اجابات صحاح من ربعه حتكون عندك الملاحظه سي، كانت عندك اجابه واحده صحيحه حتكون عندك الملاحظه دي. داكور، دونك شوفوا حنايا هنا ندينهم كامل اوبيتال بلوز بلانش مالاد بليسور نيتوا بونسمون، دونك انت دير ربعه صحاح. داكور، نروحوا لا ديرنيير كيسيون. لا ديرنيير كيسيون اللي هي عندنا هنا، Pourquoi appelle-t-on les infirmières les anges du bonheur? Pourquoi appelle-t-on les infirmières les anges du bonheur? Alain Semihoum, Malaikat al-Rahma. Donc, les infirmières, Alain Semihoum, Malaikat al-Rahma. Je vous ai la bonne réponse. On appelle les infirmières les anges du bonheur parce qu'elles occupent bien de ces malades. Elles nettoient les blessures, elles changent les pansements. Elle soulage les souffrances. هنا لازم نجاوبو باسكو خاطش عندنا بوركوا. دونك جاوبو سوا سوا، الإجابة تاعك لازم تكون كاملة. دونك 4 إليمون سيتي، إلا جاوبنا بربع عناصر في الجملة تاعنا حتكون ملاحظة أ. درنا ثلاث عناصر صحيحة من النص، عندك
ملاحظة ب زوج عناصر، ملاحظة C عنصر واحد صحيح، ملاحظة D. داكوغ، دونك هنا الإجابة باش تكون تاعك كاملة اذكر ربع عناصر صحيحة على حسب مش مذكور في النص. دونك كيما هنايا هذو أمثلة اللي نعطيكم فيهم اللي درناهم مع اجتماعاتنا مع المفتش، نعطيكم أمثلة على حسب واش درنا حنا مجموعة الأساتذة باش تشوفوا طريقة الأسئلة. نروحو متنا دوزيام تيكس لو فونكسيونمون دو لا لونغ. تيكس تاعنا لو ترافاي مانويل، دونك توجور انا في لو ميم تيم لي هو لو ميتيي. لونيس est un garçon obéissant et travailleur. Il va régulièrement à l'école, mais cela ne l'empêche pas d'aimer le travail manuel. Quand il travaille avec ses mains, le jeune garçon est heureux. نعاودلك le premier paragraphe اللي رانا مرقمينهم كيما قلتكم قبيل، paragraphe دائما يكونوا numéroté. Lounis est un garçon obéissant et travailleur. Il va régulièrement à l'école, mais cela ne l'empêche pas d'aimer le travail manuel. Quand il travaille avec ses mains, le jeune garçon est heureux. Deuxième paragraphe. Un jour, Lounis a fabriqué un râteau. Il l'emporte à la maison. Son père, qui n'était pas content, lui dit « Pour ce râteau, nous allons discuter. » Lounis obéit. Alors, tu fais toujours le menuisier à l'école et tu négliges tes études? Moi, je veux que tu deviennes médecin. À quoi te servira le travail manuel? Mon père, je veux devenir un grand médecin et continuer à m'occuper de notre terre, réplique Lounis. Donc, هذا هو التكست تاعنا، تقراوه مليح من بعد تشوف الأسئلة، ما تجاوش مباشرة، دايما النص تاعك قراه مليح دو أ تخوا فوا ومن بعد باش تبدا تجاوب. نروحو نقراو لي كيستيون مع بعض. بروميييغ كيستيون عندك في الكريتير أن، عندنا راهي أون سول كيستيون في هذه المرة. ريكخي لا فراز ميز أونتخ كروشي دون لو دوزيام باراغراف إي مي لي سين دو بونكتواسيون كي كونفيان. دونك في الكريتير الأول دايما يكون عندك سؤال كيما هذا تاع لا بونكتواسيون تاع علامات الوقف. واحد دايما كي يكون عندك سؤال تاع علامات الوقف رد بالك من ماجيسكول، ما تنساش تبدا الجملة تاعك ماجيسكول ودير الأخرى على حساب لانتوناسيون، على حساب كيفاش قريت لا فراز تاعك. إذا كان فيها لا كانت لا فراز ديكلاراتيف برك واش لازم بوان انتيروغاتيف بوان دي انتيروغاسيون اكسلاماتيف بوان ديكسلاماسيون، وما تنساش وين تدير لي فيرغول لي دو بوان اكسيتيرا. نروحو لدوزيام باراغراف ونشوفو لا فراز تاعنا. هاي لا فراز اونتخ كروشي، هاي دوزيام باراغراف وهاي لا فراز. موا Je veux que tu deviennes médecin. À quoi tu serviras le travail manuel? Donc, حاجة الأولى كي تعاود تكتب la phrase تاعك تنساش la majuscule. دائما الجملة الجديدة نبداوها ب majuscule. وهنا مادام قال لك غي كخي la phrase ما تاعها تعاود تكتبها كيرسيف، ما تكتبهاش كيما هكذا سكريبت، لازم تكتبها كيرسيف بخط واضح. دونك في السوجيات الآخرين حتلقاو نورمالمون هنا تلقاو أماكن تاع الكتابة، داير لكم هنا التخطيط مخطينها لكم كيما الكراس. صح، نشوفو هنايا. موا جو فو كو تو دوفيان ميدسان اكوا تو سيرفيرا لو ترافاي مانويل. انا قريناها مليح ومن بعد نرجعو نشوفو الاجابه تاعها. نروحو دوزيام كريتير، عندنا لا بروميير كيستيون دوزيام تروازيام اي كاتريام، عندنا كاتر كيستيون في الكريتير دو. كيستيون ان ريليف دو بروميير باراغراف دو مو دو لا ميم فامي. دونك رجع للبرومي باراغراف تاعك وحوس على دو مو دو لا ميم فامي. واش معناتها لي مو دو لا ميم فامي؟ لي مو نخرجوهم بالاشتقاق بالديريفاسيون، باغيزومبل تزيد لها سوفيكس ولا بريفيكس وتولي عندك ان مو ان نوفو مو دو لا ميم فامي. دونك سوا كونتخير سوا ان نون داكسيون اتسيتيرا. دونك هنا دير الاجابة تاعك الاولى والزوجة من البرومي باراغراف اللي راه عندنا هنا. دوزيام كيستيون، deuxième question. Remplace le mot souligné dans la première phrase du premier paragraphe par son antonyme, c'est-à-dire le contraire, en ajoutant un préfixe. Donc, remplace le mot souligné dans la première phrase du premier paragraphe. Troch,
تولي للنص تاعك توجو. دونك هذه الطريقه تاع الاسئله تاعنا، حنا ما يكتب لكش هنا الجمله ويسطر لك، تعاود دائما تولي للنص تاعك. دونك هنا تعلم كيفاش تقرا السؤال تاعك مليح وكيفاش ترجع للسند تاعنا اللي راهو هنا النص تاعنا الفوق. نروحو حنايا يلا لو مو سوليني دون لا بروميير فرا دو بروميير باراغراف. لوني سي ان غارسون اوبيسون اي ترافايور. هنا لو مو سوليني اوبيسون، واش قالنا نديرو هنا؟ نزيدو ان بريفيكس ونلقاو لونتونيم تاعها. لونيس اي ان غارسون، وتحوس على لونتونيم تاع اوبيسون. نحط ثوازيام كيستيون. Que remplace le pronom souligné dans le deuxième paragraphe? Que remplace le pronom souligné dans le deuxième paragraphe? Donc, le deuxième paragraphe, c'est un an. Voilà le mot souligné. Un jour, Lounis a fabriqué un râteau et l'emporte à la maison. Le mot souligné, c'est L apostrophe. Donc, L apostrophe, c'est un pronom complément. C'est un pronom complément, c'est odd, bien sûr. Donc, on a qui tu as un pronom complément, tu as dit que tu as la phrase qui est en train de faire. Donc, on a dit que tu as dit que tu as dit que le ou la. On a dit que le pronom complément. Le, qui est en train de faire un COD masculin, la, féminin, les, pluriel, ou l apostrophe, c'est un verbe qui est en train de faire un verbe qui est en train de faire un verbe qui est en train de faire. دونك معناتها هذه ال apostrophe راح تعوض لنا يا نون فيمينا يا نون ماسكولا، غير علي ندير apostrophe علي عندنا لو فوايل ici. دونك ان جور لوني سا فابريكي ان غاتو اي لومبورت ا لا ميزان. دونك من بعد نشوفو الاجابه ونزيد نفهمكم في هذه. نروحو لا كاتريام كيستيون. كاتريام كيستيون واش عندنا؟ ريكري لا فراز سولينيي دون لو دوزيام باراغاف ا لا فورم نيجاتيف. Réécris la phrase soulignée dans le deuxième paragraphe à la forme négative. C'est un peu comme le deuxième paragraphe. On voit le jumelon sattra, on voit la forme négative. Deuxième paragraphe, la phrase soulignée. Donc, alors tu fais toujours le menuisier à l'école et tu négliges tes études. Tu négliges tes études. C'est la phrase soulignée. C'est la phrase qui va être la forme négative. D'accord? Maintenant, on va faire le jumelon. Donc, critère numéro 3. Question 1. On a deux questions pour critère 3. Réécris la première phrase du deuxième paragraphe en mettant chaque constituant dans sa case. La phrase est un jour, Lounis a fabriqué un râteau. Donc, elle dit la phrase, on dit là, nous avons les constituants, on dit là, ils sont index sujet, verbe, COD ou CC de temps. Donc, on dit la phrase, c'est là, on dit sujet, verbe, COD. Et si c'est de temps. Des fois, il y a des fois, il y a des cases. Il y a des cases. Il y a des et nomme les constituants de la phrase. Donc, il y a des cases qui font la phrase. Il y a des cases. 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 Il y a des sujets ou le verbe. On va dire que soit COD ou la COE. Tu peux dire que si c'est de temps, si c'est de lieu, si c'est de but, etc. Il y a des cases. Il y a des cases qui font les constituants de la phrase. والسؤال اللي بعده كما راح نشوفوا هنا question 2 entoure le verbe sépare et nomme les groupes de la phrase mise entre parenthèses dans le premier paragraphe. Donc هنا le premier paragraphe عندك la phrase اللي راح نحوسوا عليها هي il travaille avec ses mains. Il travaille avec ses mains. واش قالك دير؟ sépare et nomme les groupes. تقسم وتسمي لي جروب، جروب نومينال سوجي و جروب فيربال. ودي فوا كيما راه عندنا هنا يقولك entoure le verbe، حوط على الفيرب ثاني. خطات يقول لك قسم بالك جروب نومينال سوجي جروب فيربال، وخطات يزيد يقول لك حنا اونتور ولا سولين لو فيرب. il travaille avec ses mains حوسوا على جروب نومينال سوجي اللي هو سوجي، والجروب فيربال اللي يضم الفيرب واللي راس دو راس دو لا فراز. كريتير نيميرو 4 نروحو للسؤال الرابع. كريتير نيميرو 4 عندنا اون سول كاستيون. ريكري لا فراز ميز انتر غيومي dans le premier paragraphe en commençant par la. Donc avec la phrase je nous y allais entre guillemets, je vous mets à y lire. Le jeune garçon est heureux. Le jeune garçon est heureux. Donc on va nous écrire en commençant par la. Maintenant, nous avons ici, nous allons nous écrire dans le féminin. C'est la phrase le jeune garçon est heureux, nous allons nous écrire dans le féminin. Nous allons voir toutes les choses qui doivent changer, nous allons changer.
داكوغ، دونك عندك لو ديتيرمينو يتبدل، لادجيكتيف دونك اسكو هنا تبدل ولا لا، دونك نشوفو مع بعض. كارسون لو فيرب يتبدل ولا لا، اي لادجيكتيف اور. سطرت الكلمات اللي لازم يتحولوا، من بعد دير بالحاجة. نروحو مع بعض نشوفو لي ريبونس. دونك لا فراز اللي نعاودو نكتبوها في لا بخوميييغ كيستيون، moi je veux que tu deviennes médecin, à quoi tu serviras le travail manuel. قلنا عاودو كتبوها وديرو لي سين دو بونكتياسيون. دونك الحاجه الاولى قلنا سي لا ماجيسكول، هاي moi. بعد عندك فيرغول، je veux que tu deviennes médecin. دونك هنا بوان ديكسكلاماسيون. à quoi tu serviras le travail manuel بوان دانتيروغاسيون. دونك واش عندنا هنايا majuscule, virgule, point d'exclamation et point d'interrogation. هنا علاه درنا فيرغول؟ راه عندنا هنايا شغل حبس في الهضره تاعو ومن بعد عاود بدا لا فراز. moi je، دونك عندك سوجي هنا je، دونك دير فيرغول حبس شويه من بعد je veux que tu deviennes médecin. هنا شغل عندك هنا امنيه خير، دونك هنا واش نديرو بوان ديكسلاماسيون. هنا عندي اون كيستيون، ا كوا تو سيرفيرا لو ترافاي مانيوال، دير بوان دانتيروغاسيون. بوان دانتيروغاسيون صح. في التقييم تاعنا هنا كيفاش حيكون؟ الا درت ربع اجابات صحيحه حتكون عندك الملاحظه ا، الا درت ثلاث اجابات صحيحه حتكون عندك الملاحظه ب، زوج اجابات صحيحه سي، واجابه واحده صحيحه دي. داكو عندك ربعه لازم ديرهم سواسوا. طيب في الدوزيام كيستيون نبداو في الدوزيام كريتير بلوتو. عندك لا بروميير كيستيون غليف دو مو دو لا ميم فامي، لي مو دو لا ميم فامي كيروحو لو بروميير باراغراف. واش عندنا؟ شوفو معايا، لونيس اي تان غارسون اوبيسون اي ترافايور. عندك لو مو ترافايور و لو مو ترافاي، هادو هما لي مو دو لا ميم فامي، راهم عندهم لو ميم راديكال. من بعد عندنا هنا زايدينها، زايدين عليها لو سوفيكس. دونك واش عندنا لي مو؟ هما ترافايور اي ترافاي. ومن بعد عندك دوزيام كيستيون، اون بلاس لو مو سوليني دون لا بروميير فراز اي دو بروميير باراغراف بار سون انتونيم لو كونترار اون اجوتون ان بريفيكس. هنا واش كانوا دوموندونا؟ قالنا نزيدو بريفيكس لو مو سوليني اللي هو اوبيسون. اوبيسون ادجيكتيف. هنا هنا عندنا تبدا بالفوايل، انتبهوا مليح لهذا الفوايل. دونك واش نديرو البريفيكس تاعنا؟ راح يكون واش راح يكون البريفيكس؟ دي دي زوبي سون، كيما راكم تشوفوا هنا دي زوبي اي سون. ها لونيس اي تان غارسون دي زوبي سون. دي حنا مالفين نزيدو دي، بصح حنا زدنا الاس على جال لو مو كي كومونس باغ فوايل دي زوبي سون. تري بيان، نروحو troisième question. Que remplace le mot souligné ou bien le pronom souligné dans le deuxième paragraphe? Là, il y a l'apostrophe. Un jour, Lounis a fabriqué un râteau. Il l'emporte à la maison. Je vous dis que vous oubliez le pronom, le pronom complément. Il remplace là un COD. Là, pour éviter la répétition, je ne fais d'autres cas. Il y a quelque chose qui est là. Un jour, Lounis a fabriqué un râteau. Il emporte le râteau à la maison. Il emporte le râteau à la maison. Tout le monde dit répétition d'un râteau. Drna, elle apostrophe. Il remplace une mélange. Il remplace une hédi un râteau. Dirons-nous la réponse à notre jobu? Elle remplace un râteau. Chauffe Maria. Le pronom elle apostrophe remplace le râteau ou la un râteau. Quatrième question, il y a la forme négative. Nous avons dit la phrase tana. Adna, tu négliges tes études. Tu négliges tes études. La forme négative. Nous avons dit que nous avons dit que le verbe wali dirouf le fnafi. Wali nfiwa. Mais tu fais quelque chose d'autre. Le verbe tana est néglige. Donc, qu'est-ce que dirou? Tu ne négliges pas tes études. Regarde bien. Allez, je vous mets la réponse. Tu ne négliges pas tes études. Donc, on a le verbe ne pas. On a une négation simple.
عندك تستعمل نو با كون كان عندي الفيرب يبدا فوايا ندير ان ابوستروف با tu ne néglige pas tes études هذه هي لا فورم نيجاتيف تاعي دونك راه هنا عندنا ربع اسئله جاوبنا عليهم التقويم كيفاش حيكون التقييم تاعهم الى جبت ربع اجابات صحيحه حيكون عندك ملاحظه ا بطبيعه الحال ثلاث اجابات صحيحه بي زوج اجابات صحيحه سي اجابه واحده صحيحه حتكون عندك دي دونك هادو مع ربع اسئله على حسابهم نديروا الملاحظه تاعنا الكريتير نيميرو 3 اللي قلنا هما تاع مكونات الجمله ها نطاونا لا فراس تاعنا ان جور لونيس ا فابريكي ان غاتو دونك كتبهم مليح هنا دينا نحط السوجي في بلاصتو لو فيرب سي او دي اي سي سي دو طون نبداو بهنايا ان جور ان جور واش تكون هذه هنا مكونات الجمله حتكون ان جور هنا انديك لو le temps de la phrase ou bien le temps de l'action وين تصرات هذه الاكسيون un jour متى un jour c'est un cc de temps un jour cc de temps رد بالك تروح تحطهم قبالها هكذا تحسبهم مرتبيهم لك لازم تقرا مليح لا فراز يقدر يكونوا دينهم سواسوا صح حنا نقراو مليح لا فراز تاعنا ونشوفوا حنا قلنا cc de temps ولا cc de lieu ولا en général complément circonstanciel اذا كان في اول جمله حنكونوا virgule دونك un jour نكتبها هنا cc de temps لونيس a fabriqué un gâteau. Qui a fabriqué un gâteau? C'est لونيس. Maintenant, لونيس c'est le sujet. لونيس fait quoi? A fabriqué un gâteau. Donc, a fabriqué, où est le verbe? Verbe passé composé. لونيس a fabriqué quoi? Un gâteau. Donc, c'est un COD. Un gâteau. COD. Alors, il y a maintenant. لونيس, le sujet, a fabriqué. Le verbe, un râteau, le COD, un jour, c'est complément circonstanciel du temps. Donc, la deuxième question, entoure le verbe, bah, sépare et nomme les groupes de la phrase. Donc, il travaille avec ses mains. Donc, voilà le verbe, travaille. C'est le verbe. انتور لو فيرب هانا حوطنا الفيرب دونك نحب نسميه نحب ما نسميهش خاطر انا خلاص هو قال لك انتور لو فيرب ما عندناش حاجه واحده اخرى حنديرها معناتها باين بلي هذا هو الفيرب تاعنا من بعد سي بار لي غروب دونك واش قلنا غروب نومينا سوجي هو لو سوجي دونك ايل جي ان اس جي ان اس ترافاي افيك سي مان سي لو جي في لو غروب فيرب هذا هو التقسيم دائما كيقول لك سي بار ولا ديكومبوز لا فراز En groupe, un des groupes nominal sujet et le groupe verbal. Groupe nominal sujet, irdelikun, pronom personnel, nom propre ou la, nom commun. Le groupe verbal fait le verbe et le reste de la phrase. Irdelikun, co, d, co, i, n'importe quoi. Mouhim, mais le verbe ou roh, hadak ou le groupe verbal. La dernière question, n'ayez au chad, non? قالك هنا ريكري لا فراز ان كومونسون بار لا عندنا لو جون غارسون اي هورو دونك لو جون غارسون اي هورو هنا عندنا لا درنا لا معناتها حتكون فيمينا ما نخلوش غارسون نديرو في لو هاي ولات لا هما بدلوها جون هذه ادجكتيف ايبيتيت وراي هنا ايبيسان ايبيسان مش معناتها تمشي مع الماسكولا ومع فيمينا راهي تخلص بالاو تبقى كيما راهي دونك واش نديرو لا جون لا جون غارسون شنو ندير فلاس في مين تاعها هو في لا جون في الفيرب اي الفيرب في الفيمينا في الماسكولا ما يتبدلش هنا رانا في البريزون ما يتبدل ما والو كون رانا في الباسي كومبوزي وراهم مع لوكسيليار اتر عندنا نزيدو الاو في البارتيسيب باسيف صح انا عندنا في 13 ans اي يقعد كيما راه في الفيمينا لا جون في اي اورو تخلص بال او او اكس او او اكس الفيمينا تولي اوز اي اوروز هي لا ريبونس تاعنا اي اوروز دونك نحو او او اكس ونديرو اس او اوروز هنا في التقييم تاع هذا الكريتير نيميرو 3 واش عندنا عندنا 4 constituants dans l'ordre, il a dit 3, soit soit fait la somme, indique la réponse A. 3, صحيح, indique B.
زوج صحاح سي ان سول كونستيتيون اي على بون بلاس عندك دي هنا على حسب المكونات لا درت ربعه ولا ثلاثه ولا لاخر في الترتيب الصحيح تاعهم تاع الجمله. في الدوزيام كيستيون تاع لي غروب دي لا فراز تخوا اليمون دو ريبونس جوست فيرب انتوري جي ان اس جي في ايدونتيفي اي نومي معناتها حوطت على الفيرب وسميت درت غروب نوميناسيون جيبو فيربال وسميتهم عندك لا ريبونس ا الا درت دوز اليمون دو ريبونس جوست عندك بي ان سول اليمون دو ريبونس جوست درت عنصر واحد صحيح عندك سي اوكان اليمون دو ريبونس جوست ما درت حتى اجابه صحيحه عندك لا ريبونس دي. في لو ديرني كريتير 4 عندنا ثاني كيف تقول كيفاش يكون 4 موديفيكاسيون اوبيري الا درت اربع تغييرات سوا سوا حنا شفنا التغييرات اللي لازمين عندك لا ريبونس ا الا درت ثلاث تغييرات برك عندك بي زوج تغييرات سي تغيير واحد صحيح عندك دي. نروحو دوكا البرودكسيون ايكريت كيما راكو عارفين اختبار تاع الانتاج الكتابي لا برودكسيون ايكريت حيكون في يوم اخر دونك الاختبار الاول يوم الاحد واختبار التعبير الكتابي يوم الثلاثاء وفي 45 دقيقه. شوفوا معايا هنا لا سيتوياسيون واش عندنا pour enrichir la bibliothèque de ton école par des textes sur les métiers ton professeur te demande d'écrire un texte sur le métier de tes rêves le meilleur texte sera affiché dans la bibliothèque de l'école. هنا راه نبداو لنا بلا سيتوياسيون بالاشكاليه هنا المطروحه قال لك باش تثري مكتبه المدرسه تاعك بنصوص حول المهن الاستاذ تاعك طلب منك كتابه نص على المهنه مهنه احلامك المهنه اللي تحلم بها احسن نص حيكون معروض في مكتبه المدرسه. La consigne maintenant, écris au moins trois phrases pour présenter le métier de tes rêves. Interactive à l'aqatlif djoumel, bish tosafinna, mihnat ahlamak. Dans ton texte, tu cites le nom du métier et tu dis pourquoi tu veux l'exercer. Maintenant, fonna staak, fkor ismil mihna, ou alèche khtarta, alèchtart bish tmerse de mihna. Utilise le futur de l'indicatif, stamel le futur, maintenant les verbes doivent être conjugués au futur. Aide-toi de la boîte à outils suivante. استعين بالجدول اللي راه عندنا هنا. في الجدول عندنا لي فيرب être, avoir, devenir, choisir, aider. ومن هنا عندنا لي زادجيكتيف utile, intellectuel, manuel, brave, noble. دونك الجدول هذا راه ما فيهش بزاف الكلمات اللي نستعملوهم. نتوما خدموا بالطريقه اللي خدمنا بها من قبل. تفكروا الطريقه الكانفا اللي استعملناها في تعليميتي ودير على حسابها لا برودكسيون ايكريت تاعك. دونك انا هنا مانيش حندير لكم تصحيح راه عندنا بزاف فيديوهات سابقه فيهم تعابير كتابيه على لي ميتي دونك ديروا على حسابهم. هنا راني حطيت لكم شبكه تاع التصحيح تاع التعبير الكتابي كيما نتوما ماكوش حتقدروا تفهموها انا حطيتها لكم برك ما كان له نبقاو نكسروا راسنا بها صح. انت المهم اعتمد على الطريقه تاع التعبير الكتابي كيما تعلمتها في القسم تاعك مع الاستاذ تاعك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم تلاقاو في فيديوهات اخرى واختبارات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبالتوفيق للجميع.